الثقافة الاجتماعية العراقية هي الأعلى عالميا من حيث التسلط، وأن لدى العراق ليس حالة الثقافة العراقية ليست تعاني من حالة تسلب، وإنما فرط تسلب، وهذا ينعكس بآثار سلبية على الفرد، حيث يجعل الجماعة أهم من الفرد ويخلق ضغوط نفسية كثيرة على الفرد. أما على صعيد المجتمع فهناك كثير من المشاكل التي وجد العلماء أن فرط التسلب يؤدي إليها. من تسأل العراقي أو تقول للعراقي أنه من الخطأ أن تضرب أولادك، ثبت علميا أن هذا يؤثر فيهم نفسيا للمستقبل، يقول لك هذا الضرب هو اللي طلعنا رياجيل، هذا هو اللي تعودنا عليه، هاي تربيتنا، أنت تريد تخلينا غير المجتمع، تريد تغير المجتمع. من تقول للأستاذ ما لازم يضرب الطالب يقول لك كلنا انضربنا، شنو المشكلة؟ الجماعة كلها متفقة على أن الجماعة لم تعاني من مشكلة نتيجة هذا الضرب. من تقول له غلط تقمط الجاهل، علميا ثبت أنه غلط تقمط الجاهل، يقول لك هذا اللي تعودناه وهذا اللي وجدنا عليه آبائنا. فالجماعة تصبح هي المرجع للصح والغلط وليس العلم. فرط التسلب يؤدي أيضا إلى قتل الإبداع. وجدوا أن الدول التي تعاني من فرط التسلب الاهتمام بالفن والأدب فيها أقل بكثير من الدول التي تعاني من الارتخاء الثقافي أو الرخاوة الثقافية. منو من عندنا يريد ابنه يروح يدخل كلية أدبية أو إنسانية؟ الكل يريد أولاده يدخلون كلية علمية، هندسة، لو طب، لو إذا كلش علوم. الثقافة الاجتماعية المتصلبة تؤدي إلى الاهتمام، أن ينصب الاهتمام أكبر على إرضاء الجماعة وليس على إرضاء أي شيء آخر. حتى من تجي على موضوع الإرهاب، في الدراسة التي قمت بها أنا وخمسة من علماء النفس الإرهاب والسياسة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأجريتها مع مجموعة كبيرة ممن انتموا إلى داعش من الدواعش، وجدت أن كثير بخاصة الأطفال الذين انتموا إلى داعش كانت أهم نقطة في انتمائهم هي ما يسمى ملئ حاجة الانتماء. حاجة الانتماء حاجة أساسية وتزداد بشدة عند الفرد بشكل عام، وتزداد بشدة في المجتمعات المتصلبة. الفرد يريد يصبح عضو في جماعة، إذا أكو فراغ بهذه الجماعات فهو يروح على أقرب جماعة ممكن تحقق له القوة والشعور بالزهو والشعور بالانتصار. العراقيين تشوفهم منقسمين بين برشلونة وريال مدريد لأنه يريد ينتمي جماعة، ما يريد يباوع اللعبة الحلوة أو إلى آخره. المهم بالنسبة إلى الانتماء إلى جماعة. فرط التسلب يشدد على أهمية معايير الجماعة مقارنة بكل المعايير، وهذا ماذا يخلق؟ يخلق حالة استقطاب شديدة، بمعنى يصبح مفهوم نحن وأنتم. هذا المفهوم الذي راح أعالجه فيما بعد بشكل أكبر يتجسد أكثر في الثقافات الاجتماعية المتصلبة. دائما تشوف العراقي شيعي مقابل سني، كردي مقابل عربي، دائما هناك جماعة تنتمي إليها وتتصلب في رأيك تجاهها تقابلها الرأي الآخر، وهذا يساعد كثيرا على سيادة الخطاب الشعبوي في الجماعات ذات الثقافة الاجتماعية
المتصلبة. كل ما كانت هذه الجماعات ثقافتها أشد تصلبا، يعني تمسكا بمعايير الجماعة، كلما ازدادت الخطابات الشعبوية حدة بين الأفراد. وهذا ما نعاني منه اليوم، استقطاب شديد وخطاب شعبوي في كل المجالات السياسية والاجتماعية، وكل شيء في العراق يحاول أن يستقطب على أساس الجماعة التي ينتمي لها، سواء كانت هذه الجماعة عرقية أو سواء كانت دينية أو سواء كانت رياضية أو سواء كانت سياسية أو فكرية. المهم العراقي شديد التمسك بالجماعة وشديد الدفاع عنها، وهذا يشجع التطرف ويشجع حتى الإرهاب، تجده يتشجع من خلال نحن وهم، دار الحرب دار السلام، احنا احسن هم أسوأ. وهكذا عند العراقي دائما الجماعة تتفوق على كل شيء.